بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتعلم اليوم طريقة برمجة ريموت السيارة على السيارة، طبعا الماركيز للفورد، دون اللجوء للوكالة أو المبرمجين أو الكهربائي، وياخذ مبلغ وقدره يعني ممكن 150 أو 200 ريال. الطريقة ما تاخذ منك نص دقيقة، ولاحظوا معي الطريقة كالتالي: نعلق على أحد أزرار الريموت مع حركة السويتش حركة سريعة دون تشغيل السيارة إلين تسمع الأبواب تقفلت في السيارة، بكذا تكون البرمجة تمت. لاحظوا معي الطريقة، قلنا هذا الريموت، شوفوا لاحظوا مو شغال، لا نعلق على القفل، وأثناء التعليق نبدأ بحركة السويتش بحركة سريعة دون تشغيل السيارة إلين تسمع الأبواب تقفلت. الآن البرمجة تمت، شوفوا معي هذا الفتح، هذا الغلق، هذه الشنطة، وهذا الإنذار. الريموت تبرمج بهذه الطريقة في نص دقيقة. لكم تحياتي، وترقبوا الجديد.